لتحضير طبق الفيتوتشيني بالدجاج والبشاميل، انت بحاجة ل 500 جرام معكرونة فيتوتشيني، 500 جرام صدر دجاج، 200 جرام فطر طازة، 3 حبات فلفل ملون، حصين من الثوم وريحان للتزيين، بالإضافة لليتر من حليب السائل، 4 ملاعق كبيرة طحين، ملعقة صغيرة من الملح، ملعقتين كبار زبدة، جبن مبروش ونص ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة. لتحضير وسلق الفيتوتشيني منوضع لترين من المي بقلب الطنجرة ومنولع النار، منرش ملعقتين صغار من الملح وكم نقطة زيت نباتي. لما تبلش تغلي المي منسقط الفيتوتشيني وحدة ورا وحدة، منحرك الباستا لحتى المي تغمرها بالكامل، منغطي الطنجرة ومنتركها تغلي لمدة 10 دقايق على نار خفيفة. بهالوقت فينا نقطع الدجاج والخضرة. منبلش بفرم الثوم على الشكل التالي، قد ما نصغر القطع بيكون أفضل. منقطع صدور الدجاج لقطع صغيرة مكعبات، أما 200 جرام من الفطر الطازة منفرمون شرحات رفيعة. ومنوصل للفليفلة، مننظفها، منشيل اللب والبزر من داخلها، فينا نقطعها مكعبات صغيرة وفينا نقطعها كمان شرحات طويلة. منرجع منستفقد المعكرونة ومنتأكد إذا استويت، منطفي النار ومناخد الطنجرة ومنسكب الباستا بقلب المصفاية ومنقوم بغسلها بالمي الباردة. وهلأ صار وقت تحضير صلصة البشاميل. منولع النار ومنوضع الزبدة، ولما تدوب الزبدة منضيف ملعقتين كبار طحين على الطنجرة، منحركن كتير منيح لحتى يدوب الطحين بالزبدة، ومن بعدها منسكب سائل الحليب تدريجياً، منضل عم نحرك لمدة أكثر من 5 دقايق لحتى نشوف إنه الصلصة صارت أسمك. منرش ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من الزنجبيل البودرة، وهيك منكون حضرنا صلصة البشاميل. صار وقت قلي الدجاج والخضرة. منوضع الزبدة على النار، ولما تدوب الزبدة منضيف الثوم المفروم ومنحركن. منزيد صدور الدجاج المقطعة لمكعبات، منضل نحرك لحتى يشقر الدجاج ويستوي. منرش ملعقة قرفة ناعمة على الدجاج، ملعقة صغيرة بهار أسود. منحرك الدجاج مع البهارات المضافة، منسقط الفليفلة الملونة ومنحركن منيح. صار وقت الفطر الطازة. دايماً منوضع شرائح الفطر بالآخر لحتى ما يهلط، ومنحرك المزيج. منوضع الباستا المسلوقة فوقه ومنحركن حتى ينخلطوا ببعض منيح. بهيدا الوقت منكون سخنا صلصة البشاميل وبنسكبها فوق الفيتوتشيني والدجاج والخضرة، ومنحركها لمدة دقيقتين على النار. منسكب الفيتوتشيني بالدجاج والكريمة بقلب طبق التقديم. طبق الفيتوتشيني بالدجاج والخضار لازم يتقدم ساخن، وبالنهاية منرش جبنة البارميزان المبروشة على وجهه. وألف صحتين.